بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تمرين بطن، طلب الشباب يقول طحن، يقول لي أبغى تمرين بطن طحن. قلت له لا تشكر، تبدأ لا على ظهرك، ارفع رجليك للسماء وقرب، قرب أكثر من الله، قرب كمان، قرب يس أوكي كمان قرب تكة شوية كمان بس خلاص. طيب شوف وديتك على بطن، رجولك لا تلمس الحديدة، ضم رجولك مع بعض ولا ينفع في البيت خذ لك كتاب، ها خذوا لكم كتاب في البيت اوكي. رجلك لا تلمس الحديد، نيم رجلك على الارض، لا يلمس الحديد، لا يلمس الحديد، لا تلمس الارض ولا تلمس الحديد قبل الارض، يلا لا تطيح الارض. يدك على الارض واختار تمرين قدم وتمرين طاحن. في تمارين مستويات رجلك قدام. طيب انا حساعده على تنفيذ التمرين، اطلع امسك رجلي يلا روح لا تطيح اوكي، فوق انزل هنا فوق. اذا تبغى تسهل التمرين امسك اي حاجه وراك، الكرسي ولا رجول زميلك، وتسوي التمرين هذا. رجولك قرب من الجدار ورجولك لا تلمس في الجدار والحيط، تحط كتاب بين رجلك وركبتين مشدوده، وتروح بالقدم هذا الشكل لين قبل الارض وتروح. حبيبي لا يطيح الكتاب، لا يطيح اوكي. حتسوي اجباري العدة الاولى 60 اجباري. كم يا فراس؟ 60. دحين كم سويت؟ روح كم؟ 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 ما عاد تتكلم. كم؟ خلاص كم؟ لا تمسك الحديد، لا تمسك كتاب، لا يطيح، ما في كتاب حد لا يطيح. هاي خليه يتعب التمرين يشوف هذا التمرين هل هو طحن ولا لا. يعني هو شكله عد كل جهة واحد، كل جهة عديتها واحد، كل شوف يمين شمال يعتبر واحد، يمين شمال واحد، مش يمين واحد وشمال اثنين. طيب أبغى أسمع كلام فراس. فراس أنت طلبتني قلت لي بتمرين بطن طحن، كيف تمرين؟ طاحن ولا مو طاحن؟ طيب سووا التمرين هذا 60 ماست، 60 ضروري، يجب تسوي 60 عده ضروري بدون توقف. اذا طحت قبل 60 وقف، ريح نفسك، خذ نفس كويس مره ثانيه وابدا سوي 60. ما قدرت تشوف في 60 يعني ابدا ل 20، خلص ال 20 بعدين اضف 20 ثانيه وهكذا تزيد المده. اذا كنت متقدم 100 ورا بعض بدون توقف. هذا التمرين اللي سواه فراس الان يعني حقيقي يجب ان تكون يدك على بطنك عشان تاخذ قوه البطن الحقيقيه، تروح الرجل الكامل وترجع. اذا قدرت تسوي يدك على بطنك
اوكي بدك تروح يدك على بطنك تسوي التمرين خلاص انت جاهز عندك بطن قوي. اذا زي ما تنزل هسه رجلك وكل ما اسوي في راس مره ثانيه هنا مكانك رجلك هنا بسرعه يلا روح لحالك. اذا رجلك تطيح بالشكل هذا معدتك او عضلات بطنك الداخليه مين قادره تمسك رجلك من السقوط معناته البطن ضعيف جدا. اوكي لازم يلا روح لا تطيح روح لا اوكي عامر وروح دقة في التمرين عشان ما يروح تعبك على الفاضي. اجلس قريب من الجدار لا هنا اوكي لا تلمس الحديد عشان تكون اوكي يلا لا اوكي يلا ابدا روح هوب 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 يلا 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 فوق يا بطل فوق فوق يا سلام ها 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 لا تلمس حديدك انزل كمان لازم تنزلوا الى هذا المستوى شايف الى هذا المستوى رجولك توصل الى قبل الارض زي كده زي كده من هنا كده صح كده لا لازم رجلك تنزل الى هنا عشان هذا المكان يشتغل اوكي وهذا المكان يشتغل ويصير عندك لم اوكي في البطن قوه داخليه في البطن. هذه التمارين مهمه للي يبغى زي ما يسموها يتوحش اللي يبغى يوحش بطن مش سكس باك ولا كلام ما ادري ايش اسمه عضلات جوا جوا صلابه اذا استمريتوا عليها ممكن يصير عندك 18 باك اوكي واحد لسه بقى واحد بالتمرين يلا بس هلا صار في البيت عامر تحط كتاب بين رجلك اوكي؟ الركبة مشدودة ما تنتهي 60 عدة جنب الجدار ركبتين مشدودة نزول لآخر يعني هذا هنا رجولك إلى هذا المستوى تطلع فوق أوكي وصلنا بس بالتوفيق إن شاء الله نسوي التمرين ونشوف النتائج ايش يصير حتى التمرين هذا لو تكمله حنتابعه الحلقة القادمة بالتوفيق.